بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. صدق الله العلي العظيم. من الثابت في علم الفقه وعلم الأصول وعلم العقائد أن كل تشريع من التشريعات الإلهية المتعلقة بنا نحن المكلفين يرتبط بقيمة ثابتة من القيم التي تعتمد عليها الحياة البشرية. نأتي إلى البحث الذي طرحته هذه الآية المباركة، وهذا البحث هو بحث الحجاب. هذا التشريع الإلهي يرتبط بأية قيمة من القيم؟ وبعبارة ثانية، لماذا الحجاب؟ ولماذا هذا التقييد للمرأة؟ هذه الآية المباركة تربط بين تشريع الحجاب وقيمة الطهر. ما هو الطهر؟ وما هي العلاقة بين الحجاب وبين الطهر؟ الطهر على نوعين. النوع الأول طهر قلبي، أن يكون القلب طاهرا، أن يكون القلب نظيفا، أن يكون القلب غير ملوث بالخواطر الشيطانية، لأن هذا القلب محل لإلقاءات الشيطان أو لإلقاءات الشياطين، لأنه في بعض الأحيان أو في كل الأحيان القلب لا يكون محلا لإلقاء شيطان واحد، وإنما هنالك مجموعة من الشياطين تكتنف هذا القلب وتحاول أن تلوث هذا القلب. إن تلاحظوا في قضية بسيطة مثل قضية الصدقة ولو بدرهم، هذه قضية بسيطة، قضية متواضعة. ما هي قيمة الدرهم وما هي قيمة الصدقة بدرهم؟ ولكن في الأحاديث أنه واحد، عندما تخرج من المسجد وتحاول أن تتصدق بدرهم على فقير، يأتي هنالك 70 شيطان يكتنفون هذا القلب ويحاولون أن يمنعوك من أن تعطي لهذا الفقير درهم.
إذا قضية متواضعة بهذا الحجم يكتنف قلبك 70 شيطان، فكيف بالقضايا الأهم وكيف بالقضايا الأخطر؟ النوع الأول من الطهر طهر القلب، أن يكون القلب طاهر، أن يكون القلب غير ملوث، أن لا يكون هذا القلب أسيرا للقوة الغضبية أو للقوة الشهوية. القلب أحيانا يصير أسير، يصير ملوث، وإذا أصبح القلب أسيرا الإنسان هو يتحول إلى أسير. الذهب لا يأسرك، وإلا أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان بين يديه الذهب والفضة. الذهب لا يأسرك، الواقع الخارجي لا يأسرك، وإنما الذي يأسر الإنسان ويحوله إلى عبد أذل من عبد الرق، لأن عبد الرق بدنه رق، ولكن عبد القوة الغضبية وعبد القوة الشهوية هذا أذل من أسير الرق. هذا خادم لهاتين القوتين ويركض طول ليله ونهاره إلى آخر عمره كعبد ذليل حقير إلى نهاية حياته، لأنه هذا الإنسان ما تمكن يسيطر على باطن، ما تمكن أن يسيطر على نفسه، ما تمكن أن يسيطر على قوته الغضبية، وما تمكن أن يسيطر على قوته الشهوية، فيظل عبدا ويظل أسيرا ويبقى هكذا إلى أن يموت ولم يقض مأربه من هذه الحياة. إذن ذهب العالم كله لا يمكن أن يحولك إلى أسير، ولكن هذا الطمع الذي يلوث القلب هو الذي يحولك إلى أسير. نساء العالم كلهم لا يمكن أن يحولن مؤمنا إلى أسير. يوسف صلوات الله عليه، ان تلاحظوا اجواء القضيه، لاحظوا شاب في مثل هذا العمر وفي مثل هذا الجمال ويعيش في مثل هذا البيت، والدعوه منها مو ان الخطوه الاولى منه، ولكن لا يمكن لهذا المؤمن أن تدله امرأة، ولكن إذا واحد أصبح عبدا لقوته الشهوية الموجودة في باطنه، هذا الفرد يركض ليل نهار وراء إرواء هذه الشهوة ثم يموت وهو عطشان، ثم يموت وهو ظمآن، لأن مثل الدنيا كمثل ماء البحر، كلما ازداد منها الإنسان عبا ازداد عطشا. إذن هذا التلوث، التلوث القلبي بأوضار القوة الشهوية، بأوضار القوة الغضبية، أشد أنواع التلوث. والطهر الموجود في هذا القلب من أوضار القوة الشهوية ومن أوضار القوة الغضبية أفضل أنواع الطهر. هذا النحو الأول. النحو الثاني الطهر العملي.
هذا في الواقع تربطه علاقة العلمية والمعلولية بذلك النوع من الطهر. إذا واحد قلب طاهر عمله أيضا طاهر، نظرته أيضا طاهرة، لفظه أيضا طاهر، كل شيء منه يكون طاهرا. قيمة الحجاب الله سبحانه وتعالى يربطها في هذه الآية بقيمة الطهر، لكن أي نوع من أنواع الطهر؟ لاحظوا الدقة في الآية. القرآن الكريم لا يأتي إلى الفرع ولكنه يذهب إلى الأصل. وإذا سألتموهن متاعا، المتاع هذا كان متعارف في القديم، الآن في بلادنا أقل، ولعله في بعض القرى والأرياف اللي هي بمئات الألوف في العالم على ما يقولون، هذه الحالة متداولة. الأفراد ما كانوا متكاملين من حيث أثاث البيت، لأن فقر، لأنه أكو هنالك حاجة، يحتاج إلى إناء، يجي يطرق باب الجيران، أحتاج إلى إناء، أحتاج إلى قدر. في صحيحة عبد الله بن سنان التي يذكرها الفقهاء: وإني أعير ثوب للذمي. الذمي كان يجي، حتى يهودي كان، مسيحي كان، كان يجي إلى باب بيت عبد الله بن سنان: أنا أحتاج إلى ثوب، أعطني عارية. فأعطيه الثوب عارية لأنه يريد يروح إلى حفلة عرس مثلا، إلى زواج مثلا. فسؤال المتاع، المتاع يعني ما يتعلق بالبيت من أواني، من ملاعق، من ثياب، من فرش، من بساط وما أشبه ذلك. ضيف يجي له ما عنده فراش لهذا الضيف، يجي إلى بيت جاره يأخذ منه هذا المتاع. الله تعالى يقول في هذه الآية: وإذا سألتموهن متاعا، شيء تحتاجون إليه. الفقهاء يقولون المتاع من باب المثال، لأن العلة التي بعدها تعمم هذا الحكم بمقتضى أن العلة تعمم وتخصص، مو فقط متاع، أي شيء من الأشياء. إذا سألتها مسألة، حتى مسألة، المسألة مو متاع ولكن داخلة في عموم العلة في هذه الآية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ هذا التشريع يرتبط بأية قيمة؟ لاحظ كلمات الآية: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. أطهر لقلوبكم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصحبة لا تمنع. ذلك العالم كان يقول هذا الشيطان من ييأس من 24,000 نبي. الشيطان كان يحاول حتى مع الأنبياء. وفي رواية في البحار أن عدد الأنبياء 300,000 نبي. 300,000 نبي أو 124,000 نبي الشيطان ما يأس منه، حاول وحاول وحاول مع آدم إلى أن طلع من الجنة. من اللي طلع آدم من الجنة؟ مع أنه صفوة لله سبحانه وتعالى، هو هذا الشيطان. هذا الشيطان يأس مني ومنك. فليكن صحابيا من صحابة رسول الله، فليكن شاهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هذا لا يمنع. فلتكن زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأت رسول الله
ولكن هذا لا يمنع الشيطان ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبه. إذن في الواقع هذا التشريع، تشريع الحجاب يرتبط بماذا؟ يرتبط بقيمة الطهر القلبي، اللي هذا الطهر القلبي بداية لكل طهر عملي، يرتبط بالطهر القلبي لدى الرجال ولدى النساء. إذا ما كانت هذه الحواجز بين الرجال والنساء يجب أن يكون هنالك حاجز، ينبغي أن يكون هنالك حاجز بين الرجال والنساء. إذا ماكو حواجز، هذه الحواجز إذا أهيبت إذا أهيلت يتمكن واحد يأمن على نفسه. تبدأ القضية من تلوث في القلب، ثم يكثر هذا التلوث ويكثر هذا التلوث، في بعض الأحاديث يميت القلب، القلب يتلوث ويتلوث وينتهي إلى تلوث العمل ويحترق الإنسان، انتهى، سقط من عين الله. أكو في بعض الأحاديث أن بعض الذنوب تسقط الإنسان من عين الله، يعني الله بعد ما يدير له روح في أي شيء، أنت حد روح بعد ما علي به، العياذ بالله. أحد الأشخاص ينقل أنه جاء إلى السيد البروجردي رحمة الله عليه، كان مرجع من كبار مراجع التقليد، فقال له أنه أنا البارحة شفت منام وهالني هذا المنام. طبعا المنام مو حجة، هذا واضح من الناحية الشرعية مو حجة، ولكن بعض المنامات في الواقع مطابقة للواقع. شفت في المنام أنه في بيتي ثلاثة مصاحف، مصحف كبير ومصحف متوسط ومصحف صغير، وقد بدأت النيران تحرق هذه المصاحف، تلتهم هذه المصاحف. أنا بسرعة رحت وأتيت بالماء أو بشيء آخر حتى أطفئ هذه النار لا تحرق القرآن الكريم، ولكن وجدت أن مصحفين، المصحف الكبير والمصحف المتوسط، قد احترق كل منهما، والنار مشتعلة في أطراف المصحف الصغير، وأجيت وطفيته. السيد البروجردي رحمة الله عليه قال في الواقع أنا ما أعرف تعبير المنام، لأنه شغلي الفقه والأصول والرجال وما أشبه ذلك من هذه العلوم، تفسير الأحلام لا يرتبط بي. طبعا جيد أن يكون عند الإنسان علم التعبير، لكن مو من مقومات العالم أو المرجع أن يكون يعرف تعبير المنام، ولكن أدلك على شخص تذهب إليه هذا ماهر في التعبير، وهذا الشخص هو السيد أحمد القمي رحمة الله عليه، كان رجل عجيب في التعبير. ذهب هذا الرجل إلى السيد أحمد القمي وقال له رأيت هذا المنام، ما هو التعبير؟ ففكر قليلا وقال أنت عندك ثلاث بنات صحيح؟ قال نعم، كبرى ووسطى وصغرى. أنت أدخلت هذه البنات في المدارس، المدارس الحكومية؟ قال نعم. قال في ذلك اليوم يمكن قبل 50 عام أو أكثر كانت هنالك حالة فرض نزع الحجاب، أنه في بعض المراحل الدراسية كانوا يفرضون خلع الحجاب، وحتى بعدين تطورت الحالة وحتى في الشوارع والأزقة كانوا يمنعون الحجاب. وحدثني أحد العلماء الشيبة في قم، قال أنا كنت في هذا البيت، زرته في بيته، قال أنا كنت في هذا البيت
وكانت أمي في هذا البيت 3 سنوات أو أكثر أو أقل، مو في بالي الآن، قد مدة طويلة ما طلعت أمي من هذا البيت لقضية الحجاب. عندما اشتدت القضية، إذا كان واحد يطلع، إذا امرأة كانت تطلع، كانوا يخلعون منها الحجاب، وربما كانوا يتعبون عليها بالضرب. فأنت عندك 3 بنات دخلوا المدارس الكبرى والوسطى، خلعوا حجابهم، والصغرى تريد أن تخلع الحجاب. أنت بعد لا تقدر على الكبرى والصغرى، راحوا منك، ولكن تحاول إنقاذ هذه الصغيرة، وقد أنقذتها بعد أن أحرقت النار شيئا منها. قال نعم، هذا هو تعبير الرؤيا. الرؤيا لها معنى رمزي، الرؤيا لا تعبر عادة بظاهرها، وإنما لها مفهوم كنائي. هذه الرؤيا تدل على الطهارة الأصلية الموجودة في كل فتاة، كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن أبويه يحرفانه في مضمون الحديث. المرأة الفتاة عندما تنشأ طاهرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولكن عندما تذهب، عندما تتعدى الحدود، عندما تخلع الحجاب، عندما ينعدم لديها الحجاب، أو حتى عندما يكون عندها حجاب ناقص، لا فرق من ناحية الذنب الشرعي بين عدم الحجاب والحجاب الناقص، هذا الطهر يحترق ويحترق ويحترق، ولا يبقى من هذه المرأة إلا حطام محترق. ولذلك نجد أن الدين يؤكد في حياطة هذه القضية، مو فقط تشريع الحجاب، حياطة هذا الموضوع. إذا أكو منطقة خطر من قبل مدة، من قبل مسافة، تضعون الأسلاك الشائك حتى واحد لا يقترب إلى تلك المنطقة. أنا أقرأ عليكم بعض التعليمات الشرعية التي وردت لحياطة هذه القضية. من جملة هذه التعليمات أن المرأة منهية عن أن تتطيب وتخرج إلى خارج البيت. الطيب مكان داخل البيت، أما خارج البيت مو مكان الطيب للمرأة، مو مكان العطر للمرأة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أية امرأة تطيبت ثم خرجت من بيتها فهي تلعن، الله سبحانه وتعالى يلعنها. وفي رواية ثانية: الملائكة يلعنونها حتى ترجع إلى بيتها. هذه المرأة ملعونة من قبل الله، وهذه المرأة مطرودة من رحمة الله. إذن مكان الطيب في البيت، مو مكان الطيب في الشوارع والأزقة وما أشبه ذلك. القانون الثاني: المرأة تنهى عن أن تضرب برجلها عندما تمشي. عندما تمشي، تمشي بهدوء بشكل لا يلفت النظر، لو أنها تضرب برجلها على الأرض، الله تعالى يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا الضرب على الأرض بالرجل يلفت انتباه الرجال، والشيطان موجود. هذا الضرب بالرجل يظهر ويسمع الآخرين صوت الخلخال وما أشبه ذلك، وهذا شيء مو محبوب عند الله سبحانه وتعالى.
التعليم الثالث الخضوع بالقول منهي عنه، فيصنع الذي في قلبه مرض. الخضوع بالقول يعني ترقيق القول وتلطيف القول وتحسين القول والتكلم بغنج ودلال، هذا منهي عنه. المرأة عندما تتحدث مع رجل أجنبي يجب أن تتحدث أو ينبغي أن تتحدث بصورة طبيعية، لأن هذا الترقيق والتزيين والتجميل للصوت يورث فيطمع الذي في قلبه مرض، حتى إذا يكون ابن عمها، حتى إذا يكون ابن خال، ابن العم أجنبي، ابن الخال أجنبي. فقط المحارم، هؤلاء ما يعتبرون أجانب ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. حتى لا تخضع بالقول أيضا حتى مع محارمها، لأنه من الممكن كلمة، خطوة، لمسة تقود الإنسان إلى شباك الشيطان والعياذ بالله. من جملة الأشياء المحرمة المصافحة مع المرأة، ما في فرق واحد يكون في بلد أو في البلاد الأجنبية. عن النبي صلى الله عليه وآله: ومن صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا، يعني يغل بالأغلال، ثم يؤمر به إلى النار. من جملة الأشياء المنهية، هذا كله في صالحي وصالحك، الله لا ينتفع من هذه التشريعات، المجتمع هو الذي ينتفع من هذه التشريعات. المزاح مع الأجنبية هذا منهي عنه، المفاكهة مع الأجنبية هذا منهي عنه، حتى لو كانت ابنة عمك أو ابنة خالك. عن النبي صلى الله عليه وآله: من صافح امرأة لا يملكها، يعني مو محللة، مو مثل زوجته مثلا، حبسه الله بكل كلمة كلمها في الدنيا 1000 عام في الآخرة، كل كلمة يحبس عليها 1000 عام في الآخرة. من جملة الأشياء المنهية النظر خلف المرأة، النظر إلى المرأة واضح أنه محرم، ولكن النظر إلى أدبار النساء، امرأة تمر والشاب ينظر إليها من ورائها، هذا مو محبوب من الناحية الشرعية. سأل أبو بصير عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها، ماذا تقول في ذلك يا أبا عبد الله؟ فقال عليه السلام: أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله وذوات قرابته؟ هل واحد يحب هذا العمل لزوجته، أن الآخرين ينظرون إلى زوجته أو ينظرون إلى بنته أو ينظرون إلى أمه؟ فقال أبو بصير: لا. فقال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: فرض للناس ما ترضاه لنفسه، كما لا تحب أن ينظر الآخرون إلى عرضك لا تنظر أيضا إلى عرض الآخرين. موسى صلوات الله عليه عندما رجع مع بنات شعيب، قضية معروفة، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، يعني استأجر موسى، يبقى أجير عندنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقال لها شعيب، أظن صفورة كانت، قال شعيب لبنته صفورة على ما في بالي أنه قوة، معلوم لأنه حمل الدلو الذي كان يعجز عنه الرجال، ولكن من أين عرفت أنه أمين؟ قالت الفتاة: لأني مشيت قبله. فقال: لا، إحنا قوم لا نمشي خلف النساء،
انت امشي خلفي وانا امشي امامك، واذا ضللت الطريق فارشديني الى الطريق. فالنظر الى ادبار النساء يعني النظر الى المرأة من خلف هذا مو محبوب من الناحية الشرعية. ونختم حديثنا بهذه الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهما: ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء أمتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهن وبكيت لما رأيت من شدة عذابهن. يعني هذا العذاب أبكى رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج. نذكر ثلاثة مقاطع. المقطع الأول: رأيت امرأة معلقة بشعرها في نار جهنم، معلقة من شعرها يغلي دماغ رأسها من شدة حرارة النار. من هي هذه المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: أما المرأة المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها عن الرجال. ما في فرق، واحد ما يغطي كل شعره عن الرجال، أو المرأة التي تظهر شعرة واحدة. بعض النساء المتدينات كما يقال لا يهتمون ببعض الشعر أن يخرج، ماكو فرق عند الله بلحاظ الذنب أن يخرج كل الشعر أو يخرج بعض الشعر، هذا محرم وذاك محرم أيضا. ورأيت امرأة معلقة بلسانها، علقت في نار جهنم من لسانها والحميم يصب في حلقها، من هي هذه المرأة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: وأما المرأة المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها. المرأة التي تؤذي زوجها بكلامها أو بغير كلامها تعلق من لسانها في نار جهنم. والرجل الذي أيضا يؤذي زوجته هذا أيضا له عقاب شديد عند الله. ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها، هي تأكل لحم جسمها، هي تأكل في نار جهنم والنار توقد من تحتها. أحيانا واحد تحدث له حالات ندم أو حالات ألم شديدة فيعض على إصبعه، ولعله من شدة الألم يخرج الدم من إصبعه، يجرح إصبعه، لعله هذا مظهر من مظاهر الندم. المرأة التي تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها، من هي هذه المرأة؟ وأما المرأة التي كانت تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس، تزين اليد بالخاتم، لا يجوز أن يظهر أمام الأجنبي، تزيين العين بالكحل، هذه العين لا يجوز أن تظهر أمام الأجنبي. الوجه المزين بالألوان المختلفة لا يجوز أن يظهر أمام الأجنبي، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للطهر القلبي والعملي، وصلى الله على محمد وآله.